عمرك تخيلت إن المباني ممكن تتحرك؟ الصفقة الوحيدة بين الإنسان وأي مبنى قايمة على إنه يكون ثابت وراكز تماماً. كل الدراسات والفلوس والمهندسين اللي في العالم ليهم هدف واحد مهم قبل أي حاجة، وهو إن المبنى يركز في الأرض ويبقى جزء منها، وجوده مرتبط بوجودها. أهم حاجة في المبنى إنه يكون راسخ، أصل أنت مكان للاستقرار، مالكش غير شغلانة واحدة، تثبت مكانك ويبقى هنا عنوانك حرفياً. بس المعماريين كانوا دايماً بيبصوا للموضوع بشكل مختلف، كان نفسهم قوي إن المباني تتحرك. يعني إيه المبنى يتحرك؟ وهل فعلاً المعماريين قدروا يعملوا ده ولا لأ؟ هو ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. أهلاً بيكم في حلقة جديدة من المعماري، أنا أحمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكاية. في الستينات وقت الحرب العالمية الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، محدش في العالم كان على بعضه، الكل كان خايف وقلقان من حرب عالمية ثالثة. ده غير الخطر النووي اللي كان بيهدد البشرية كلها ساعتها، وفي نفس الوقت العالم كان عايش فترة متطورة علمياً عن فترة الحرب، والتكنولوجيا بقت موجودة في روتين الإنسان العادي في كل تفاصيل يومه. الإنسان مش بس سافر بالطيارة وطلع القمر، لا ده عمل غسالة أطباق وكيتشن ماشين. وهنا الناس بدأت تقلق من التطور التكنولوجي، لأنه كان سبب في ظهور أفكار غريبة جداً، أفكار ثورية. عندك مثلاً المعماريين فكروا يعملوا مدن بتتحرك. أيوة زي ما سمعت كده، مدينة كاملة بتتحرك علشان تكون ملاجئ متحركة للسكان، يقدروا يبعدوا بيها عن الخطر ويتنقلوا بيها لبر الأمان. ومادام حركة الإنسان بقت أسهل، لازم كمان تبقى حركة المباني سهلة. ومن هنا ظهرت فكرة المدينة المتحركة ووكينج سيتي، اللي قدمتها مجموعة الأركيجرام. المدينة اللي بدل ما تبقى معتمدة على استخدام الطوب والأسمنت والأساسات العميقة، كانت في تصميمه معتمدة على المعادن الخفيفة والآلة والحركة، ويبقى ليها دراعات ورجلين بدل الأساسات والخرسانة، ويبقى نمو المدينة دي زي نمو الآلات الحديثة بلاج إن سيتي، يعني ركب وتحرك. ولو الأرض دي حصل فيها نزاع أو حروب أو الموارد قلت، نحرك المدينة ونروح بيها مكان تاني. طبعاً فكرة غريبة جداً، إحنا كده بنقدم للبشرية مدينة حية بتتحرك شبه الحشرة أو الروبوت، وبتقدر تمشي في المية وعلى الأرض، وفيها كل الخدمات اللي إحنا محتاجينها. بس طبعاً كان مستحيل تتطبق، علشان كده ما تنفذتش في الآخر. بس مش ده المهم، أهم حاجة هنا هي الفكرة نفسها، فكرة إننا نحرك المباني اللي الإنسان حطها في دماغه وقرر يجيب آخرها. مع بداية اختراع العجلة والترس، هنلاقي المعماريين بيستخدموهم في أبواب القلاع والحصون، وبعد كده الموضوع اتطور واحدة واحدة وبقى فيه المفصلات بتاعة الأبواب والشبابيك. كل دي حاجات بتتحرك جوه المبنى. وشوية شوية بعد الثورة الصناعية في 1852، إليشيا أوتس اخترع الأسانسير، وما بقاش في مبنى حديث في العالم إلا لو فيه أسانسير طالع نازل، حركة مستمرة. بس برضو مش دي الحركة اللي هم عايزينها، كان في بالهم حركة تانية خالص. المعماريين كانوا دايماً عايزين المبنى نفسه هو اللي يتحرك، لأنهم كانوا شايفين إن الحركة في المباني بتضيف ليها بعد جمالي ويخلي الناس تشوفها أحلى. علشان كده هنلاقي في الحضارات القديمة كانوا دايماً بيلعبوا بالظل والنور في المباني، علشان يحسسوا الناس اللي بتزور المبنى إن فيها حركة، حتى لو كانت الحركة دي مش حركة فعلية. وواحد من أهم الأمثلة على الحركة دي هو مبنى البانثيون في روما، اللي بناؤه الحالي موجود من سنة 125 ميلادياً. ولو بصينا على القبة بتاعته هنلاقي فيها فتحة مدورة من فوق، الفتحة دي بيدخل منها ضوء الشمس، ويفضل الضوء يلف مع حركة الشمس في اليوم. طبعاً الموضوع ليه بعد رمزي، مش معمول كده وخلاص، بس ده مش موضوعنا. المهم إن في حركة بشكل مستمر في المبنى. طب حلو قوي، خلاص كده المعماريين يسكتوا؟ لا، قعدوا يطوروا في الموضوع أكتر وأكتر، وبقوا بيعملوه في شكل الكتلة نفسها من بره. بقى في تصميمات بتظهر معمول فيها تشكيلات بطريقة معينة تخليك تحس إن كتلة المبنى نفسها بتتحرك، زي مثلاً برج تاتلين اللي اتبنى في العشرينات، أو تصميمات المعماري الأسباني سانتياغو كالاترافا اللي أغلب مشاريعه تحس إنها عمل نحتي مش مباني. يعني لو بصينا مثلاً على مبنى تيرنينج تورسو اللي عمله في السويد، هنلاقي إن الفكرة بتاعته متاخدة من شكل الجسم الملتوي، ودي في حد ذاتها حركة بيعملها الإنسان دايماً. هو قدر يعبر عن الحركة دي من خلال المبنى بتاعه، علشان يدي إحساس لأي حد بيشوف المبنى إنه فعلاً بيتحرك. كمان كرر نفس الفكرة وعملها في مطار ليون في فرنسا، صمم كتلة المبنى من بره على شكل طائر بيستعد للانطلاق، ده برضو تعبير عن حركة. تحس كده في تصميماته بيكون عايز المبنى يتحرك، بس طبعاً مش قادر. واللي بيأكد على ده إنه لما صمم جناح الإمارات في معرض إكسبو 2020، صممه على شكل صقر بيستعد للانطلاق، بس المرة دي قدر إنه يخلي المبنى يتحرك فعلاً. عمل فيه أجزاء معينة في السقف بحيث تفتح وتقفل، علشان من ناحية يظهر فعلاً إن المبنى بيتحرك، ودي الحاجة اللي بيحاول يعملها من سنين، ومن ناحية التانية يدخل إضاءة طبيعية للجناح فينور المكان بالكامل. وده ينقلنا لنوع تاني خالص من الحركة في العمارة.
وخلينا نرجع بالزمن شوية، التمانينات والتقدم التكنولوجي اللي وصلنا له وقتها ما يغرقش الاسبرنت الحضاري اللي ضربناه في عمر البشرية في آخر كام سنة. بس لحد التمانينات كنا كويسين، عندنا تلفزيون بثلاث قنوات، تليفون أرضي شغال، كنا بنسمع من بعيد كده عن حاجة اسمها الموبايلات والعربيات الأوتوماتيك. بس في الوقت ده كان في تطور كبير في العمارة، والمعماريين بقى عندهم القدرة إنهم يحركوا أجزاء كاملة في المباني، بس طبعاً مش أجزاء كبيرة. يعني مثلاً لو بصينا على مبنى زي معهد العالم العربي في باريس اللي اتبنى في 1987، هنلاقي المعماري الفرنسي جان نوفال صمم واجهة المبنى بالكامل على شكل المشربية الإسلامية. معهد العالم العربي فلازم يحط فيه تاتش إسلامي، بس الجميل هنا إنه قدمها بشكل جديد، يعني بدل ما يعملها من الخشب زي ما احنا متعودين عملها هو من الستانلس ستيل، وعمل فيها سنسورز بحيث في الواجهات اللي بيكون فيها أشعة شمس مباشرة الفتحات بتاعة المشربية بتقفل علشان الشمس ما تدخلش وترفع من درجة حرارة المبنى، وفي الواجهات اللي مفيش ناحيتها شمس الفتحات دي بتفتح علشان تدخل إضاءة طبيعية وما يحتاجش يستخدم لمبات كتير ويوفر كهرباء، وده بيحصل بشكل مستمر كل يوم، وبالتالي بيغير في شكل الواجهة. يعني انت لو عديت من قدام المبنى الصبح بدري وانت رايح الشغل وعديت عليه تاني وانت راجع هتلاقي شكل الواجهة متغير، وده بيحصل طبعا لسبب واضح وهو ان المشربيات بتتحرك مع حركة الشمس. حركة بسيطة بس برضو حركة. نفس الفكرة هنلاقيها اتطبقت في ابراج البحر في ابوظبي اللي من تصميم ايدس اركتكتس واللي اتبنت في 2012 واللي بيسموهم هناك الاناناسة لان المبنى فعلا شبه الاناناس. هنلاقيهم برضو عملوا نفس فكرة المشربية اللي بتغطي الواجهة بس المرة دي بشكل مختلف. هنلاقي المعماري عمل البرجين من الإزاز وغطى الواجهات اللي بتيجي ناحيتهم الشمس اللي هي الواجهات الشرقية والجنوبية والغربية بمظلات بتفتح وتقفل برضو مع حركة الشمس. في شمس المظلات تقفل لوحدها، مفيش شمس المظلات تفتح علشان تدخل نور طبيعي، وتفضل المظلات دي تفتح وتقفل بالشكل ده طول اليوم، حركة مستمرة. والموضوع ما وقفش بس على حركة الشمس، يعني لو رحنا استراليا هنلاقي مبنى جراج مشهور قوي هناك في مطار بريسبن من تصميم نيت خان اتعمل برضو في 2012. الراجل ده خلى المبنى يتحرك بس بشكل مختلف المرة دي، عمل على الواجهة بتاعته حوالي 250 ألف لوح من الألومنيوم وثبتهم بشكل معين بحيث كل لوح منهم يكون حر في الحركة والهواء يقدر يحركه بسهولة، وفعلاً مع حركة الهواء حوالين المبنى الألواح كلها بتتحرك وبتعمل شكل أمواج. أي وقت هتعدي من قدام المبنى هتحس إنه بيتحرك. وبالمناسبة الحركة دي بيعملوها كتير قوي في يافطة الإعلانات على صلاح سالم والتسعين، تلاقي اليافطة فيها حاجات بتتحرك كده مع حركة الهواء علشان تلفت الانتباه. المهم كل المحاولات دي جرأت المعماريين أكتر وأكتر على إظهار الحركة في المباني، والموضوع ما وقفش بس على حركة الواجهات، لأ دول كمان قدروا إنهم يحركوا المبنى نفسه. تيجي إزاي دي؟ هنشوف. لو خدنا بعض وطلعنا على مدينة طهران في إيران هنلاقي هناك بيت اسمه شريفها هاوس من تصميم مكتب اسمه نيكست أوفيس المعماري. هنلاقيهم عملوا ثلاث قوى بتتحرك بالكامل على الواجهة بتلف بزاوية 90 درجة علشان في الصيف أصحاب البيت يفتحوا القوة دي على الشارع ويكون في بلكونات تدخل للبيت أكبر كمية من الإضاءة الطبيعية، وفي الشتاء القوة دي بتقفل علشان تحمي البيت من البرد اللي بيكون قارس جدا هناك. يعني البيت بيتحرك مع فصول السنة، شغال بحري وقبلي، شايف النصية أو مش شايفه حسب مزاجك. ويا سيدي لو عندك جار مضايقك اديله ظهرك برضو عادي، تقدر تتحكم فيه بالكامل بضغطة زرار. عبقرية في التصميم وطبعاً عبقرية أكتر في التنفيذ علشان المهندسين الإنشائيين حبايبنا ما يزعلوش. طب ما ده كلام جميل، مدام قدرنا دلوقتي نحرك أجزاء كاملة من المبنى، إيه اللي هيحصل لو حركنا المبنى بالكامل؟ هنا بقى المعماريين اتجننوا، هيغيروا الثوابت اللي اتفقنا عليها في أول الحلقة وإن المبنى لازم يكون راكز في مكانه، خلاص هيتحرك أهو. وفعلاً ده بالظبط اللي عمله المعماري ديفيد فيشر في تصميمه الأول برج متحرك في العالم، التصميم اللي كان عايز ينفذه في دبي واللي هيكون معجزة القرن 21. برج ارتفاعه 420 متر، 80 دور بالظبط، متثبتين كلهم على كور خرسانة أو نقدر نقول عليها اسطوانة معمولة وسط البرج بحيث هي اللي تشيل الأدوار، وكل دور فيهم منفصل تماماً عن الأدوار التانية بحيث يقدر يلف حوالين نفسه بزاوية 360 درجة. متخيلين؟ كل ده بتكة زرار، يعني أي حد ساكن في البرج يقدر يشوف الفيو اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه، وطبعاً حاجة زي كده محتاجة دقة عالية جداً في التنفيذ. علشان كده هنلاقيه نفذ أجزاء البرج بالكامل في مصانع علشان يضمن الدقة والجودة وتيجي الموقع على التركيب بس، لأن نسبة الخطأ في النوع ده من الأبراج لازم تكون صفر، ولو ينفع أقل من صفر يا ريت، ده برج يدوب نفسنا نثبته في الأرض، دلوقتي هنخليه يتحرك. إحنا دلوقتي مش بنتعامل مع مبنى،
لا احنا بنتعامل مع مكنه بتتحرك. والموضوع ما وقفش عند كده وبس، لا ده المعماري كمان ركب مراوح بين الادوار بحيث الهواء اللي في الارتفاع العالي ده يقدر يحركها وبالتالي تولد الكهرباء اللي محتاجها البرج، ما يحتاجش اي كهرباء من بره علشان نحقق الاستدامه. فكره قادره انها تغير شكل العماره في العالم، وكان متحدد ان يتم افتتاح البرج ده في 2020، بس للاسف حتى الان المشروع واقف وما تنفذش ومحدش يعرف مصيره ايه دلوقتي، بس هيفضل واحد من اجرى الافكار اللي اتقدمت. الخلاصه في الاخر ان كل الطرق دي هي محاولات من المعماريين علشان يخلوا المباني تتحرك. في منهم اللي كان عايز يضيف بعد جمالي للمبنى بتاعه، شايف ان الحركه هتخلي شكل المبنى احلى، وفي اللي كان عايز يحقق رفاهيه محدش شافها قبل كده، ومنهم اللي كان عايز يحقق استدامه، وده فعلا من الحلول اللي ممكن استخدامها يزيد مع الوقت ويخلينا نقلل من استهلاكنا للطاقة اللي بنستخدمها في الإضاءة وفي التبريد والتهوية. بس المهم إننا كبشر قدرنا نوصل لمراحل من التطور والتقدم صعب أي حد يتخيلها، ولسه مش عارفين بكرة ممكن نشوف إيه. حقيقي ربنا يستر. وبس كده، خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وخلونا نتناقش في الكومنتات لو عندكم أي أسئلة أو معلومات عايزين تضيفوها. وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من المعماري.